يتابع هذا التراشق أكان جزائري أو مغربي، ما بماذا تقول يعني، وجه رسالتك؟ أنا أقول للشعب الجزائري، لأننا جزائري والله العظيم، ما تصيبوا الشعب اللي يحبكم مثل الشعب المغربي والله، مع كل احترامنا للشعب التونسي والليبي وإخواننا العرب. السلام عليكم خوتي العزاز، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد، كنتمنى باش تكونوا بخير. في هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا مقدم البرنامج صالح الأزرق فتح موضوع حول الأزمة اللي كاينة ما بين المغرب والجزائر، مغاربة وجزائريين كيتصلوا مقدم البرنامج وكيعطيو الرأي ديالهم. ولكن خوتي العزاز في آخر الفيديو غادي نسمعوا واحد الجزائري من الجالية الجزائرية المقيمة ببريطانيا كيقول بأنه جا المغرب وشاف الاستقبال كيفاش استقبلوه المغاربة وكيوجه رسالة للشعب الجزائري. المهم خوتي العزاز ما غندخلش معكم في التفاصيل، غادي نخليكم نتوما اللي غادي تسمعوا وتفرجوا وتحكموا وتعطيونا الاراء ديالكم في خانه التعليقات. ما تبخلوش علينا خوتي العزاز بلايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو ينتشر باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. الليله للمغرب والجزائر، الازمه كما تعلمون طبعا قديمه ومنذ سنوات. طبعا الجزائر قطع العلاقه في عام 2021، لكن الازمه طبعا اقدم من ذلك. كان هناك تراشق على صفحات التواصل وتصاعد بين الحين والاخر في حده الخطاب الرسمي بين البلدين. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وجه رساله الحقيقه للبلدين، سنعرف بعض النقاط التي وردت فيها، وايضا من خلال ضيفنا سنعرف المزيد. تدعو إلى التهدئة، تدعو إلى التعاون، تدعو، والله لا قدر الله، وأنا هنا أقول بكل مسؤولية وإخلاص وحرص، لا قدر الله ثلاث، لو حصلت حرب بين الجزائر والمغرب هذه الأمة ستعود 100 سنة للخلف ولن تقوم لنا قائمة، وهذا ديدن المحتل الصهيوني أولا، وحتى هنا الدول الغربية لا تريد لنا أن نستقر وأن نرتاح وأن يعني نصل إلى مستوى التنمية التي وصلت إليها دول عديدة في العالم، وبالتالي علينا أن نكون في مستوى المسؤولية، ويريت الاتحاد ينجح ويسعى في هذا الاتجاه. نبدأ في استقبال المشاركات. يوسف مساء الخير. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام يا أخي صالح. لم يسمعه لي كلام الله الذي قال في كتابه العزيز، من يؤمن بالله ورسوله لأن لا يهدي شاره لا يهدي شرعه يسمع، لم يسمعوا من الله سبحانه وتعالى خالقهم، يسمعون من علماء المسلمين، هادو لا يسمعون من الله، يسمعون من احد اخر. المهم هو هم يتركون عهدهم الله سبحانه وتعالى باش يتلهوا، عهدهم بوليزاريو باش يخسروا الاموال ديالهم ويدفعون اموالهم لبوليزاريو ويتركون الشعب الجزائري جائع والطوارئ. لا لا لا، يا يوسف يا دعني من هذا الخطاب لو تكرمت، أريد خطاب يشد من هذا التوجه اليوم للذي المسعى الذي يريده الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أستاذ صالح لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا نتمنى من الله تبارك وتعالى لا تقع حرب ما بين المغرب والجزائر، هذه أولا. ثانيا، الرئيس الجزائري انت درت حلقه في هذيك السيمانه اللي فاتت، انا اللي كان في البرتغال، انه ربما تمنيت انت يكون الصلح ما بين المغرب والجزائر هكذا. هذه السيمانه اللي فاتت شفتي التلفزيون الرسمي الجزائري انه انا ما نجبد لك لا صحراء ولا بيزاريو ولا حتى شي حاجه، التلفزيون الرسمي الجزائري تهم يعني النساء المغربيات والدولة المغربية بأنه تتجر السياحة. دعني من هذا التقرير يعني محمود. لا يا أستاذ صالح، اللي تبغي الصلح وتبغي هذه، لا أعرف، ولكن دعنا اليوم نبني على الإيجابي، لأنه السلبية موجودة من هذا الطرف ومن ذاك الطرف، دعنا اليوم نبني على هذه الدعوة وهذه الرسالة من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونتجه في الاتجاه الإيجابي. لو تكرمت تفضل. أتمنى من الله تبارك وتعالى أن ينجح أي وسيط ديال الخير، أن ينجح ما بين المغرب والجزائر، أتمنى من الله من قلبي. ولكن راه المغرب شتي الملك ديالو شحال من خطرة تيعطي تيطلب الصلح، حنا راه بغينا الصلح، أنا راني ساكن في وجدة، أنا بغيت الصلح. ملي تمشي للسعيدية راه ما تنعرفش أنا الطريق ديال الشاطئ ديال السعيدية مع الشاطئ ديال لانجيري،
راه مشكله هذه. طيب محمود، انا اقترحت منذ قليل فكره لا ادري لطيفه او ربما غريبه، لا ادري، ما رايك في خيمه على الحدود البريه بين البلدين ويلتقي فيها الوفدان مع وفد من الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وتكون الانطلاقه من هناك؟ شوف شوف استاذ صالح، شتي المغرب، شتي الملك ديال المغرب، راه ما عندوش اشكال انه يتلقى حتى بلا الجيري، خص غير تكون يكون الصدق، وتكون انه بانه خصنا نتصالحوا على الصدق وعلى المسامحه وعلى انه يكون المغرب العربي الكامل. كلام جميل الكبير ما بين راه لو كان. طيب محمود، ماذا تنصح محمود، ماذا تنصح بعض البسطاء على صفحات التواصل الذين يترشقون من هذا الطرف ومن ذاك الطرف؟ شوف كلهم هذوك يعني ناس خبثاء، لا من الطرف ديالنا ولا من الطرف ديالهم. جميل جميل، يعني احنا شوف انا يعني زائري، لا راه اختي المغربية راه اختو جزائري. كلام جميل. يعني جزائري عاير مغربي راه تيعاير العائلة ديالو، ولا سليم ما فاك تيعاير العائلة الجزائرية تيعاير العائلة ديالو، والتونسي هكاك والمغربي هكاك والليبي هكاك. شكرا لك محمود، سليم ما فاك، أشكرك. شكرا لك، شكرا لك محمود على هذا الشعور. أبو ياسين من فرنسا. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام. والله يا أخي صالح يعني مبدأ يفرح كل مغربي كل جزائري وكل المسلمين. احنا يا انا نسكن في لافرونتيير اخي صالح، كما قال الاخ المغربي والله مشتاقين، انا عندي بنت اختي مزوجه مغربي ومتناسبين معاهم وعايشين معاهم في فرنسا. اي عقده اقسم لك بالله العلي العظيم، وانا كنت في السبيطار، كنت في لوبيطار، والله اكثر المغاربه اللي كانوا يزوروني في مستشفاهم مغاربه، سبحان الله، عندي خوتي. ولكن ما نطيحوش في الفخ كما قلت يا اخي صالح، كما سمعنا قبيله واحد الانسان قال لك كذا ومن هي والجزائر وتبون، ما ندخلوش في هذه التفاصيل، احنا الهدف نتاعنا نكونوا متصالحين مع بعضنا البعض. حاجه خضر اخرى اللي ما نقدروش نكذبوا عليها يا اخي صالح، انا نظن نطلب من الشعب الجزائري والشعب المغربي ما نطيحوش في ذا المخ الفخ، وخاصه التواصل هذا نتاع اليوتيوب. حاجه ثانيه نطلبوا من الحكومات نتاعنا من الجزائر ونقولوا تبون هذه الصحراء الغربيه خليها راها في دلوني، هي اللي تصفى فيها، ما نزيدوش ندخلوا فيها. والشعب المغربي باش ما تكونش عندنا حتى هما راهم عندهم ذي العقده، يطلبوا وهنا يكون التصالح، يطلبوا من الملك يرتد على ذاك التطبيع ويقول للاسرائيلي يا خويا صاي ما درنا والو. ونقول لك حاجه، اقسم لك بالله العلي العظيم، وي المغرب غدوه يقص هذا التطبيع اقسم لك بالله غير تصالحه. شكرا لك ابو ياسين من فرنسا. شكرا لك ابو ياسين. حكيم مساء الخير. مساء الخير صالح. يا اهلا بك صالح. انا لا اؤمن ان في حرب بين الشعبين، انا اظن ان هذا كله ذباب الكتروني في الفيسبوك. صالح فاكر لما كنا في عطله هنا في بريطانيا الشهر اللي فات؟ انا ومراتي لمراكش قعدنا 10 ايام. والله العظيم صالح انا كجزائري، الشعب المغربي هناك في مراكش لما يعرفك جزائري والله العظيم يحطك فوق راسهم. حتى الشرطه في المطار عارف الباسبور البريطاني مكتوب مولود في الجزائر، يسالك سؤال هل زرت المغرب من قبل؟ تقول نعم، يقول لك مرحبا بي في المغرب. طيب اذا انا اشكرك على هذه الشهاده حكيم. والله طيب ماذا تقول اسمح لكم السؤال فقط، ماذا تقول إذن لمن يتابع هذا التراشق أكان جزائري أو مغربي؟ بماذا تقول يعني، وجه رسالتك؟ أنا أقول للشعب الجزائري اللي أنا الجزائري، والله العظيم ما تصيبوا الشعب اللي يحبكم مثل الشعب المغربي، والله مع كل احترامي للشعب التونسي والليبي وإخواننا العرب، والله ما تصيبوا واحد يحبكم كما المغاربة. صالح 10 أيام التقينا مع مغاربة من أوروبا وجزائري من أوروبا، جاي العطلة كلنا نتعشاو مع بعض ونحتفل مع بعض، ما في حتى مشكل. والمغاربه في الشارع في مراكش لما يعرفوك جزائري، حتى الشرطه لما تقول لهم جزائري يقول لك مرحبا بك. شكرا لك حكيم على هذه الشهاده، اشكرك. حكيم من بريطانيا من اصل جزائري، وكذلك الحال لاي كيف ما سمعتوا معنا اخوتي العزاز الفيديو ديال اليوم هذا، شكرا لكم بزاف، سمحوا لنا لكم نطولنا عليكم. الناس اللي مازال ما اشتركتش معنا مرحبا بكم اخوتي العزاز، شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله،
ديما مغرب والصحراء مغربية. السلام عليكم.